سويسرا تقع وسط أوروبا لكنها خارجها. تعرف على أبرز أغنى دول العالم. عاصمة سويسرا هي بيرن، هي عاصمة لسويسرا الإدارية وعاصمة الكانتون. تعد بيرن أكبر كانتون من حيث المساحة وعدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 361 ألفا و700 نسمة. وتعد اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية لبيرن، لكن يتحدث سكانها أيضا اللغة الألمانية البرنية والألمانية السويسرية. أما أكثر الديانات انتشارا فيها فهي المسيحية، خاصة البروتستانتية منها. تعد بيرن مقرا للحكومة وتحتوي على الوزارات الاتحادية وعدد من المؤسسات الاتحادية الأخرى، بما في ذلك البنك الوطني ومقر الاتحاد البريدي العالمي، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. سويسرا هي أيضا مهد للصليب الأحمر وموطن لعدد كبير من المنظمات الدولية، بما في ذلك ثاني أكبر مكتب للأمم المتحدة. وعلى المستوى الأوروبي فهي عضو مؤسس في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وجزء من منطقة شنغن. وعلى الرغم من أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلا أن سويسرا هي واحدة من أغنى البلدان في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وتحتوي على أعلى ثروة للشخص البالغ من أي بلد آخر في العالم، حوالي 41,290 كيلومتر مربع. تقع بيرن في الجزء الغربي الأوسط من البلاد على طول حلقة ضيقة من نهر آر، نظرا لأنها شبه جزيرة محاطة بمياه النهر من ثلاث جهات، وعليه بنيت فيها العديد من الجسور على نهر آر كجسر كريشنفيلد وجسر نايد. تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 479 كيلومتر مربع. يغلب على مناخ مدينة بيرن البرودة بسبب موقعها في شمال البلاد، حيث تعمل جبال الألب كحاجز مناخي بين شمال البلاد وجنوبها، لذا يلاحظ اختلاف في المناخ السائد بينهما. تصل درجات الحرارة في فصل الشتاء كحد أعلى إلى 3 درجة، وكحد أدنى إلى ناقص 3 درجة. أما في فصل الصيف تصل درجات الحرارة كحد أعلى إلى 23 درجة، وكحد أدنى إلى 13 درجة، ويصل معدل الهطول المطري السنوي إلى 986 مليمتر. يعد موقع العاصمة بيرن في قلب سويسرا عاملا أساسيا في جعلها مكانا ممتازا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، حيث تضم بيرن المقر الرئيسي للعديد من الشركات الكبرى منها إيباي، فيناسو، ذا سواتش جروب، سويسكوم، والتي سيستمز. إن قطاع الخدمات يعد القطاع الأكبر والأكثر توظيفا في العاصمة، كما تساهم قطاعات السياحة والصناعة في دعم الاقتصاد في بيرن أيضا. كانت قديما من المستوطنات الأولى في المناطق التي تعود إلى عصور ما قبل الرومان، فقد أسسها بيرتولد الخامس دوق زارينغن سنة 1191 كموقع عسكري على الحدود بين الجهة التي تتكلم الألمانية والجهة التي تتكلم الفرنسية. وفي سنة 1353 أصبحت دولة مستقلة، حيث دخلت ضمن الاتحاد السويسري. بعد حريق مدمر اجتاح البلدة التي كانت مبنية من الخشب سنة 1405، أعيد بناء بيرن من الحجر الرملي. تعرضت المدينة للغزو الفرنسي سنة 1798، وفي سنة 1815 تم تحريرها، وبعدها بعدة سنوات، بالتحديد سنة 1848، أصبحت بيرن العاصمة السياسية للاتحاد السويسري الحديث. تظهر على بيرن آثار القرون الوسطى أكثر من أي مدينة أخرى، حيث إنها تتميز على امتداد 6 كيلومتر مربع بالممرات المغطاة بالأبراج والنوافير التي تعود للقرن السادس عشر، كما أنها تتميز بالشوارع الضيقة والأبراج التاريخية بواجهات المباني الرملية. بالفرنسية جنيف وبالألمانية جنف، هي مدينة سويسرية تقع في جنوب غربي البلاد كما قلنا، وهي عاصمة كانتون جنيف. تقع على النهاية الغربية لبحيرة جنيف، حيث ينبع نهر الرون. يبلغ عدد سكانها 109,000 نسمة، وسكان منطقة العاصمة 378 ألف نسمة. هي ثاني أكبر مدن سويسرا وأكبر مدن الجزء الناطق بالفرنسية.
تقع في أقصى جنوب غرب البلاد على مقربة من الحدود الفرنسية على بحيرة جنيف ونهر الرون. جنيف هي مقر العديد من المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر، منظمة الملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية، منظمة حقوق الإنسان. هي أيضا تعتبر مقرا لاتفاقيات دولية عديدة. تقع مدينة جنيف الناطقة بالفرنسية على خليج، حيث يغادر نهر الروم بحيرة جنيف الشهيرة. وتحيط بهذه المدينة الرائعة قمم جبال الألب القريبة والتضاريس الجبلية في يورا، مع تقاليدها الإنسانية ونزعتها المنفتحة على العالم، حيث تحتضن المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة، وكذلك المقر الرئيسي لمنظمة الصليب الأحمر. ولهذا عرفت جنيف بأنها عاصمة السلام. وقد تم تصنيف زيوريخ وجنيف المدينتين الثانية والثامنة من بين الأعلى في جودة المعيشة في الحياة في العالم، وهي الدولة 19 كأكبر اقتصاد في العالم أيضا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، ورقم 36 في تعادل القدرة الشرائية. تم تصنيفها من قبل اليونسكو كموقع تراث ثقافي عالمي منذ سنة 1983، نظرا لحفاظ المدينة على طابعها القديم من العصور الوسطى، واحتوائها على الكثير من المسارح والمتاحف المميزة مثل متحف الألب وبيت أينشتاين والكثير من المعالم الأخرى. الجغرافيا، في موقعها تقع بيرن في الجزء الغربي الأوسط من البلاد على طول حلقة ضيقة من نهر آر، نظرا لأنها شبه جزيرة محاطة بمياه النهر من ثلاث جهات، وعليه بنيت فيها العديد من الجسور على نهر آر كجسر كريشنفيلد وجسر نايد. تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 479 كيلومتر مربع. وتنحصر إحداثيات المدينة بين 46 درجة باتجاه الشمال و7 درجة باتجاه الشرق. تتميز دولة سويسرا بموقعها الاستراتيجي في جنوب منتصف قارة أوروبا، كما أنها تتشارك حدودها مع الكثير من الدول الأوروبية، فهي إلى الشمال من ألمانيا، وإلى الغرب من فرنسا، وإلى الشرق من النمسا وليشتنشتاين، وإلى الجنوب من إيطاليا. وتقع معظم الأراضي السويسرية على مجموعة جبال جورا، وعلى قسم من مجموعة جبال الألب. أما عاصمة سويسرا مدينة بيرن، على الرغم من أن أكبر مدنها هي مدينة زويرخ، وتبلغ مساحة سويسرا الإجمالية حوالي 41 مليون و290 ألف كيلومتر مربع.